طبعا دعاء وايد هنجيلكم تاني ونعرف تمام. السبب انه مش كل عيله تقدري تتعايشي معاها. حنان بتقولي ان انت بقالك سنين مع 14 سنه ومع جوزك واولادك ولا جوزي واولادي ومعايا سيلفي وسلفتي واخت الزوج ووالده ووالدته. هو عنده اخت واخ والحمد لله الحياه ماشيه تمام الحمد لله بفضل الله طبعا. بس يعني احكي لنا شويه يعني ايه الحمد لله الناس بتحسدك على نجاح العلاقه، انت قاعده في بيت العيله وبتاع بتعملي ايه يا حنان وبتاع؟ يعني هو الحمد لله توفيق من ربنا. هي والده زوجي اصلا مش بتحب التدخل، يعني هي بتؤمن بالخصوصيه جدا فهي بتحترم من جدا جدا طبعا. وزوجي برضو في نفس الوقت هو مش يعني من البدايه هو الراجل بيحط الرولز بتاعه بيت العيله، هل في تداخل، هل هننزل يبقى يومنا تحت او هنبقى فوق، كل الحاجات دي هو اللي بيحددها. ايه احكي لنا كده يومك يعني ايه الرولز اللي حطها من اول يوم؟ لا هو اللي بيحط، انا ما يعني هو اللي حط الرولز الاول، ان هو يعني احنا كل حد في بيته عادي خالص، يومنا عايش طبيعي كاننا جيران قاعدين خالص تماما ما فيش اي حاجه، عادي بنصحى الصبح كل حد عايش في بيته، ممكن الظهر مثلا ننزل نقعد مع بعض شويه نطلع تاني، الولاد بينزلوا طبعا جدهم وجدتهم، الحياه الطبيعيه بنسافر سوا بس برضو بالاتفاق، يعني مش بالخلاف يعني كله بالاتفاق. طب انا قبل ما انقل على ضيوفنا في الناحيه الشمال بس عندي سؤال، يعني لان كده برضو اكيد الحياه مش مثاليه ونموذجيه بالشكل. لا لا خالص على فكره، انا عايزه اعرف بعض المشاكل اللي واجهتكم في الاول في بيت عيله عشان نعرف هي نفس المشاكل ولا لا، او هنا طرف عارف يحلها ولا الموضوع نسبي ومختلف. فايه اكبر رازم المشاكل اللي ممكن تكون مثلا قابلت حنان في بيت العيله في الاول وبعد كده اتحلت؟ يعني ممكن ابرز المشاكل اختلاف الطباع. اختلاف الطباع يعني مثلا كان يروح على البيت مامته مثلا ممكن تقول له انت عديت ما عدتش عليا ليه قبل ما تطلع؟ لا هو لحد دلوقتي ده طبيعي، هو يعني لا لحد دلوقتي لو هو ما عداش طنط بتقول له انت ما عدتش. طب ما هو لا مش بخناق يعني هو يعني بالعداوه رضاها من رضا ربنا. يعني يمكن احنا اللي ميزنا ان احنا مش متداخلين قوي، يعني كل واحد فينا حابب مساحه. المشاكل اللي واجهتكم والحمد لله بفضل الله وعقلكم وحكمتكم عدتوها. ممكن يعني الاولاد لما يختلفوا مع بعض في نفس البيت دي اكتر حاجه بتواجهنا لما نتجمع، واولادنا يقعدوا ياكلوا في بعض كده وهنا قاعدين ايه يعملوها الصغار ويقعوا فيها كور. وده على فكره كتير قوي واصحابي كتير بيعانوا. بنتك شدت شعر بنتي لا ابنك اللي خبطه بالباص احمد منزي.